افتتحت محافظة دمياط من العوض مشروع تطوير 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور. تضمن المشروع تنفيذ أعمال تطوير شاملة لشوارع النقراشي والشيخ عبد الله ومحمد عبده وعبد الوهاب داوود بطول 600 متر لكل شارع، حيث شملت الأعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق والإنارة وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية ورصف الطرق بالأسفلت وتخطيطها. يمكن كانت فارسكور المدينه اللي كان دخلها غاز، وكانت كل الشوارع فيها عايزه تطوير. احنا السنه اللي فاتت عملنا كورنيش وعملنا بعض الشوارع، والسنه دي عملنا 4 شوارع رئيسيين. في كمان شوارع تانية بتتعمل دلوقتي في خطه رد الشيل اصله، وبرده بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي. تنظيم جيد وعمل ممتاز بإشراف مهندسين عندهم ضمير صراحة. الشارع كان مطبط وبقى 100 100، والشارع بقى مدينة ورجعت أحسن من الأول. مجهود يشكر عليه المسؤولين في الدولة، ومجهود يشكر عليه المسؤولين في محافظة دمياط، ومزيد من الإنجازات ومزيد من التطوير. فارسكور ما شاء الله بتشهد طفرة كبيرة في الطرق وبالنسبة للبنية التحتية في تطور مستديم. طبعا هي ساهمت بشكل كبير الشوارع الرئيسية دي في سهولة الحركة المرورية بفارسكور، لأن كانت قبل كده الشوارع متكسرة، فما شاء الله يعني هي بمساهماتها ساهمت في أن فارسكور وصلت إلى مرحلة من التقدم والرقي.